مستمرين مع حضراتكم في فرحتنا مع نجومنا، ودايما الاهلي اللي معيشنا الفرحه بانتصاراته اللي ما بتنتهيش ويا رب ما تنتهيش. الفقره دي معانا احد نجوم الاهلي السابقين في حراسه المرمى تحديدا، هو نموذج لابناء النادي المخلصين. هنتكلم عن الاهلي وكمان عن مستقبل حراسه المرمى في مصر. خلينا نرحب بكابتن احمد فوزي حارس مرمى الاهلي السابق. صباح الفل لحضرتك. صباح ونصر، صباح وبطولات. منور القناه ومنور البرنامج، اهلا بيك وسعداء حضرتك معانا. قبل ما ندخل معاك على الهواء على طول، يعني اثناء الفاصل اللي فات كان في حوار عميق جدا داير ما بيننا هواد وبين كابتن احمد. انا يعني ايه طلعت بره وجيت في اواخره، بس الجزء اللي حضرته كان من الدسامه ما يكفي ان انا يعني استاذنك ان احنا نبتدي بالنقطه دي اللي كنتوا بتتكلموا فيها، تفصيله شخصيه النادي الاهلي. اكيد هي انا وانت كنت بتسال سؤال كده، يعني بتقول لي احنا انت شايف مباراه امبارح الاهلي كان احسن ولا لا؟ فقلت لها بصراحه بما يعني ثلاث ماتشات الاخر الاهلي خد فيهم بطولتين في اقل من 8 ايام، النادي الاهلي ما كانش في احسن مستوياته، يعني كان اداؤه مش هو الاداء التوب، وكان في منافسات خاصه مباراه الزمالك في السوبر. فرقه الزمالك كانت عملت جيم كويس جدا امبارح، ماتش الاتحاد كان راكب المباراه في الاول وقدرنا نرجع الشوط الثاني امبارح، مباراه الجيش اعتقد الجيم 50 50 60 النادي الاهلي 40 في بعض الفترات، هم في اخر ثلث ساعه في الشوط الثاني كانوا احسن، الاهلي استفاد من الطرد في الشوط الثالث والرابع، ولكن في المجمل العام الاهلي مش في احسن اوقاته. بس في حته مهمه جدا في شخصيه البطل، ان انت وانت ادائك مش التوب تعرف تكسب في اي وقت، تعرف تكسب بمجهود فردي، تعرف تكسب بمجهود جماعي، بتعرف تكسب بنيات. يعني ايه نيات؟ يعني بمعنى صح الكرة بتدي من يستحق في الاخر. هو سبحان الله امبارح في ضربات الجزاء الشناوي شال واحده وفي كورتين في العرض، كنا ممكن نكسب واحد، يعني هم تعادلوا في الدقيقه 90، بس هو ربنا يعني دي وجهه نظري بيعمل كل ده ليه؟ عشان يكافئ الشناوي. مش معقول على الموسم العالي اللي الشناوي عامله طول السنه ده ما يطلعش بحاجه في الاخر، لا ده هو ربنا بيوصل له في الاخر، احنا نوصل لضربات الجزاء وانت اللي هتكسب النادي الاهلي عشان البطوله تتحسب ان انت اللي جبتها للنادي الاهلي. فهي في نيات صغيره كده وفي تفصيلات صغيره ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لبعض الناس. امبارح انا شايف ان ربنا كافئ الشناوي على الدور المحوري اللي عامله في النادي الاهلي السنه كلها. فزي ما بقول لحضرتك شخصيه البطل تتمثل في ان انت ازاي تعرف تكسب في اي وقت حتى وانت مش في اعلى مستويات، وده اللي كان ظاهر امبارح واعتقد الناس كلها شافته. النادي الاهلي وهو مش في قمة تركيزه ولكن بيعرف يفوز، ودي ميزة كويسة جدا. حلو جدا. طيب لو هروح معلش معاك للتفصيلة دي، ليه حضرتك شايف او لو هنحلل الجزئية مش في قمة تركيزه راجع لإيه؟ انا شايف ان بص حضرتك مفيش شك تغيير المدير الفني في خلال شهرين مأثر بالسلب على النادي الاهلي في الناحية التكتيكية، تاني في الناحية التكتيكية او اللعب الجماعي، انما في الناحيه المعنويه اللعيبه كلها بتحب المدرب جدا. والمدرب من النوع اللي هو الشخصيه الافريقيه الطيبه او احنا بنقول عليها بالبلدي كده ولاد النوبه الالبوم طيب كده، فاللعيبه كلها بتحبه، ده معلي اللعيبه في الناحيه النفسيه صح. انما يعني كل اللعيبه بتحب المدرب والمدرب بيحبها وفي ترابط ما بين اللعيبه وبعضها، ودي حاجه ايجابيه جدا، ولكن في الملعب في شويه حاجات تكتيكيه مش على المستوى اللي الاهلي كان فيه مثلا، وللاسف بقولها في الدور الاولاني السنه دي مع مستر فايلر. النادي الاهلي مع فايلر في الدور الاولاني تحديدا، سيبك من الدور الثاني لان هو ما كانش معانا او كان مركز في الكورونا ومركز في عيلته. لو الدور الثاني مختلف تماما يعني، انما في الدور الاولاني كان احسن اداء للنادي الاهلي من فتره كابتن حسام البدري في 2016، وده لازم نعترف بيه. فايلر لما جه الاداء ما بقاش عالي، ولكن الترابط بين اللعيبه بقى عالي. يمكن اكيد حضرتك قصدك موسيماني. سوري قصدي موسيماني، قصدي موسيماني. الترابط بقى عالي ولكن الكوره مش زي زمان. بس الكوره في الاخر اهلاويه. لا الكوره في الاخر ازاي تجيب جول صح. طب احنا هنستاذن حضرتك كابتن احمد، بس معانا الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. استاذ طارق صباح الخير في البدايه والف مبروك، وبجد خلينا نقول مجهود ويعني في دور كبير جدا لمجلس الاداره لازم نحيي حضراتكم عليه. صباح الخير انا هوندا هانم، وتحياتي للاستاذ كريم والكابتن احمد فوزي. صباح الفل يا استاذ. صباح الخير، مبروك لكل الاهلاويه. الحمد لله
بفضل ربنا ده موسم صعب جدا، موسم استثنائي، موسم فيه كورونا، موسم فيه توقفات كتيرة جدا، موسم فيه تغيير مدير فني في توقيت يعني ما كانش بإرادتك، في نفس الوقت أدار الملف باقتدار وبحرفية تامة كابتن محمود مع لجنة التخطيط بالنادي. كل الظروف دي كلها الحمد لله انها تسفل عن التتويج بالثلاثيه. صحيح. ده فضل وكرم كبير قوي من عند ربنا، والحمد لله فضل ربنا ده لكم التعب والمجهود اللي كل اللي بذل جوه النادي من اصغر واحد لغايه رئيس. مظبوط جدا، ويمكن لسه كنا بنقول النقطه دي يا استاذ طارق، يعني كمان مش فكر بس موسم صعب او يعني بطوله صعبه او بطولات صعبه، ده في بطولتين في اسبوع، ففي ضغط كبير جدا كمان على اللعيبه، ولكن بنتكلم عن اداره النادي، مجلس الاداره بالجهاز الفني، حتى الجمهور بصراحه كله كان بيحاول على قد ما يقدر ان هو يخلي اللاعب في الاخر في حاله جيده، وكمان نفسيا هنا بنتكلم وناس بنتكلم مع كابتن احمد على الجزء النفسي كمان مع موسيماني ازاي فرق في اداء اللعيبه بشكل كبير. طبعا بشكل كبير، وزي ما احنا شايفين هو طبعا المباراه اللي هي البطوله اللي ما نطقش واحد سواء سوبر او غيره او نهائي بطوله افريقيا، الاهم هو ان ازاي يبقى شخصيه البطل وانك ازاي تجيب تكسب الماتش يعني. صح. فبرفع القبعه لكل اللاعبين وللجهاز الفني بقياده مستر موسيماني، وطبعا للقدير كابتن محمود الخطيب على تولي اداره الملف الصعب ده. كل الظروف كانت صعبة جدا. صح. كنادي أهلي تعرضت لما لم يتعرض له مجلس إدارة على مدار تاريخ النادي في الفترات الأخيرة كلها. صحيح. وربنا صحيح. كان كريم وكان فضله كبير جدا 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 علينا في الموسم الصعب ده وفي الفترات الصعبة اللي تم مواجهتها. ففي الحالات زي كده احنا بنفرح في النهاية كجمهور النادي الأهلي بالتتويج وبنصر ربنا وانك بتحصل على الثلاثيه وقدام، وبنحترم المنافسين كلهم. طلع الجيش بقت ماتش كويس جدا، الزمالك لما قابلنا لعب ماتش كويس جدا، وفي النهايه ربنا سبحانه وتعالى كان كريم معانا وتوجنا بالنصر اللي يسعد الجماهير العظيمه اللي تستحق اكثر واكثر. صحيح، وبتفق مع حضرتك، اعتقد انا وكريم كابتن احمد وكل الناس اللي بتسمعنا في النقطه الخاصه كمان بكابتن محمود الخطيب وكم الهجوم اللي كان موجود، ولكن احنا دايما بنتكلم ان سياستنا وسياسه الخطيب الرد على الارض، ويمكن الرد اعتقد ان هو وصل. نشكرك جدا. شكرًا جدا استاذ طارق قنديل، شكرا لحضرتك. ده ما كانش مجرد رد، ده ردود يا ست الكل، ردود. احنا عمالين نرد يا كابتن بقى لنا فتره. لا والله الحمد لله، بصراحه ربنا نصف كابتن محمود يعني في نهاية الفترة الانتخابية دي أو الدورة الانتخابية دي، ربنا نصفه وجاب له حقه تالت ومتلت من غير ما هو يتلفظ لفظ سيء، ودي في حد ذاتها ربنا في الأول والآخر بيقول لك لا يصح الا الصحيح. هو زي كابتن الخطيب ما هو طول عمره ظاهره كرويه فيما يتعلق بالمهارات والفنيات وكمان ظاهره اخلاقيه. أكيد. هنستاذن حضرتك ان احنا نطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا مع كابتن احمد، اتفضل. وحديثنا مستمر مع كابتن احمد فوزي حارس المرمى الاسبق في النادي الاهلي. كابتن احمد منورنا مره ثانيه، مبروك علينا مره ثانيه كمان، ويا رب ودايما كده نقعد نبارك لبعض. يا رب ان شاء الله. وخليني اروح مع حضرتك لملف كمان مهم جدا، ولو هنتحدث بقى هنا عن حراسه المرمى. تمام. بدايه من حتى تشريف إكرامي، نهاية عندنا هنا علي لطفي وعندنا كمان مصطفى شوبير الشناوي. طبعا يعني احنا بنتكلم هنا بشهادة الجميع وجميع النقاد الرياضيين تقريبا، يعني أفضل حارس مرمى في مصر وفي أكيد. أفريقيا تقريبا. أكيد. مع حضرتك في الملف ده المهم جدا. يمكن طبعا ملف حراسة المرمى في النادي الأهلي، النادي الأهلي الجمهور مكبر الدنيا شوية. تمام. أنت دلوقتي أي نادي في العالم بيبقى عندك حارس أساسي وبعديه بيبقى في حارس احتياط، وخلي بالك من كلمه بعديه دي بتاخد فتره. الفتره مش زمنيه بس، الفتره زمنيه ومستوى وتوفيق وعدد ولعب وعدد ساعات لعب، لان عدد ساعات اللعب تحت الثلاث خشبات هي اللي بتعمل خبرات. فاكيد خبرات الشناوي بعدد ساعات لعبه مش زي خبرات علي لطفي، مش زي خبرات مصطفى شوبير. يمكن برضو قبل الهوا كنت بتكلم مع نوان، قلت لك انا كان نفسي مصطفى شوبير يطلع اعاره سنتين، واعاره سنتين ويتكتب في العقد بتاعه ان شرط انه يلعب في النادي اللي هيروحه. ليه؟ عشان ازود عدد ساعات لعبه، ولما ازود عدد ساعات لعبه ازود
خبراته، ولما ازود خبراته ازود تواجده في الملعب، فيبقى قريب جدا انه يبقى متواجد لان لسه سنه صغير. احنا بنتكلم في لعيب مواليد 2000، يعني انت بتتكلم في 20 سنه تقريبا. صحيح. تمام. فكنت اتمنى ان مصطفى شوبير يطلع اعاره ونستعيد عليه بان احنا نجيب حارس ممكن يبقى ترتيبه ثالث، او نطلع حمزه علاء. حمزه علاء ده مواليد 2001، حارس جيد جدا برضو زيه زي مصطفى شوبير، وليه هيبقى ليه دور ان شاء الله في في في, في, في النادي الاهلي. عشان كده كنت ممكن نستعيد عن مصطفى شوبير بان انا اطلع حمزه مكانه فوق ويبقى ثابت فوق زي مصطفى، ومصطفى يطلع اعاره سنتين. بعد السنتين مصطفى هيكسب كتير قوي، النادي الاهلي هيكسب كتير جدا. دي كانت وجهه نظري في مصطفى شوبير. علي لطفي، في ناس بتنده ان يبقى معانا حارس تاني. طيب انا عايز الناس دي تدور في مصر كلها مين الحارس اللي هيجي يعوض علي لطفي، وهل لو علي لطفي لسه بيلعب في انبي لحد دلوقتي كانت الناس هتقول انا عايز واحد تاني، ولا زي ما الناس هي اللي طالبت بوجود علي لطفي في النادي الاهلي والنادي راح تعاقد معاه، لان مصر كلها كانت بتقول ان علي لطفي يستحق يلبس تيشرت النادي الاهلي. تمام. طب دلوقتي علي لطفي موجود في انبي، كنت هتقول لا انا عايز علي لطفي. طب هو دلوقتي علي عندك بس ما بيلعبش، فانت مش شايفه بعينيك، ولما بيلعب ماتش كل سنه ولا حاجه. هو يمكن لان الشناوي اداء اكثر من رائع. دي قصه يعني. بقى ان علي بيلعب كل سنه ماتش او ماتشين. هو بالمناسبه يعني انا بس وحضرتك بتتكلم مخي راح كده للسؤال كنت برضو بتتكلم فيه من شويه على فكره ان اللاعب يتعرض لمباريات اكتر يبقى عنده خبرات متراكمه. أكيد. فالسؤال اللي جه في بالي هو فكره هو انهي الاظبط للمنظومه، لمنظومه حراسه المرمى، هل حارس المرمى الموهوب بالفطره وبطبيعه الحال يعني الموهبه اكيد بيتم صقلها من خلال التدريبات، ولا حارس المرمى المصنوع؟ وكلمه المصنوعه صب بيها هنا الخبرات المتراكمه اللي حضرتك بتتكلم عليها. بس انا هستاذنك قبل ما نسمع الاجابه، احنا معانا على التليفون يعني المنتج الكبير والاهلاوي الكبير دكتور محمد العد. صباح الفل على حضرتك ومليون مبروك. صباح الخير يا كريم، والف مبروك عليك كلكم. صباح الخير يا نهوان. صباح الخير يا كابتن احمد. صباح الفل يا دكتور. اولا اشكركم على المداخله. ثانيا الاول اقول هارد لك لطلعت، مش عمل ماتش رائع وهايل ويستحق كل اشاده. بقول مبروك طبعا للنادي الاهلي من اول كابتن محمود الخطيب لغايه اصغر واحد موجود في النادي، وبقول ان الف مبروك ان اي اختار بيعمله النادي الاهلي مشترك فيه كل اللي عاملين في النادي الاهلي من اول حارس باب بتاع الامن من بره لغايه اي حد. الف مبروك لكم جميعا، احنا سعداء جدا بما يحدث. وبقول ان برغم ان الرياضه اتعلمناها انها مكتب اداره، بس بقت معانا مكتب فيهاش حاجة، إن إحنا نظل الموضوع بالنسبة لنا مكتب على طول. ألف مبروك ليكم. سعيد جدا ونيمتونا، أو يعني بقول للفريق الجهاز الفني والمجلس الإدارة إن أنتم نيمتونا طوال ال 10 15 يوم الأخير، الشهر الأخير بتنيمونا سعداء. مبروك، ويسعدنا تماما إن إحنا نبقى بهذا الشكل. وبقول لجمهورنا بالراحه شويه على اللعيبه، اهدوا، لان في الاخر اللعيبه دي جابت بطولتين في اسبوع، يعني كم الضغط، مش الجسدي، كم الضغط العصبي عليهم. صحيح. عالي جدا جدا جدا، فعلينا ان نحضر الجميع ويكفيكوا الناس اللي احنا قول لا كنت عايز برضو قبل ما يعني ما نختم مع حضرتك المكالمه والتهاني الجميله دي، عايزين نعرف برضو مشاهدتك مش بس لمباراه الامس ويعني والانتصار بالامس. كابتن احمد كان بيتكلم معانا من شويه، مش عارف الى اي درجه حضرتك ممكن تتفق او تختلف معاه في وجهه النظر دي. هو بيقول من وجهه نظره الشخصيه انه شايف ان الفتره الاخيره النادي الاهلي نتيجه الضغوطات اللي حضرتك ذكرتها ونتيجه البطولات اللي ورا بعض والماتشات المهمه اللي ورا بعض، يمكن من وجهه نظر كابتن احمد انه فنيا مش في احسن حالاته، ولكن وهو مش في احسن حالاته برضه عنده القدره نتيجه شخصيه الاهلي وروح الفانيلا الحمراء عنده القدره على الانتصار. فحضرتك متفق الى اي درجه مع وجهه النظر دي؟ يعني ما ينفعش اختلف معاك، هو اصلا جزء المنظومه الكرويه، انا راكب مش لكن اقدر اقول ان احنا عندنا النهارده فرقه
في كل مكان في اثنين وثلاثة هايلين ورائعين وعظام، وبالتالي أنا بعتقد إن إحنا لا كويس جدا. إحنا ممكن طبعا نفسنا نبقى أحسن من كده، إن أرجو إن يبقى مستوعب تماما إن الفرقة دي بتلعب تحت ضغط عصبي وجسدي عالي جدا، وتحملهم للمسؤولية ما هوش طبيعي. انت عارف يعني ايه تنزل وفي وراك 70 مليون مستنيين انك تحقق لهم السعاده؟ لا يا كابتن احمد، انا ما احترمش كتير رغم ان انت اكثر تخصصا انا مش بتاع كوره، لا انا بشوف ان احنا عاملين فرقه هايله جدا، نبقى احسن من كده اوكي. آه لازم نحط في اعتبارنا ان الموسيماني معاهم ما كملش شهر، يعني لو هو في الوضع الطبيعي كان لسه يبقى متعرف على اللعيبه دلوقتي، بدل اللي هو عامله انجاز رائع وعظيم لينا طبعا تحفظات باكيد، وهيبقى لنا تحفظات باكيد، لكن ليس في الامكان اعتقد ابدا من المكان. الحمد لله، واللي كان ده ما كانش قليل الحقيقه وما كانش شويه، وان شاء الله احنا في انتظار المزيد، وباذن الرحمن بدل ما نبقى بنتكلم على الثلاثيه نبقى بنتكلم على الرباعيه والخماسيه. احنا بنهني حضرتك دكتور محمد العد وبنشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا، نورتنا. شكرك يا فندم. نرجع بقى للنقطة اللي كنا بنتكلم فيها، فكرة الحارس الموهوب بالفطرة بالمقارنة بالحارس المصنوع. يعني بأحلى من الأحوال الحارس الموهوب ميزة من عند ربنا بيديله جفت طبيعي من عنده، إن ده حق ربنا خلقه كده حارس. إنما المصنوع بياخد وقت أكبر في تكوينه، بياخد وقت أكبر وبيحتاج عدد ساعات لعب أكبر. إنما الحارس الموهوب بأقل عدد ساعات لعب تحت الثلاث خشبات بيبقى حارس كبير. ومن غير ما ادي امثله، مش عايز ادي امثله، ولكن الحارس الموهوب في الاخر بيحتاج فترات لعب قليله عشان يبقى وحش زي ما بيقولوا كده في الحراسه، عشان يبقى وحش تحت الثلاث خشبات لازم يلعب، بس المهم انه يلعب سواء مصنوع او سواء انه موهوب، الاثنين في الاخر هيوصلوا لحاجه واحده، ان انت لازم رجليك تكون في الملعب. ده بياخد وقت اكبر، اللي هو المصنوع بياخد وقت اكبر، ولكن في الحالتين انا لازم العب ورجلي يكون في الملعب عشان خاطر مستواي يعلى. طب مين لو حصل حضرتك كده السؤال يعني صراحه، مين شايفه من احسن يعني حراس المرمى في مصر غير الشناوي؟ لان الشناوي الاجابه يعني الاكيده. اكيد اللي يعني اللي راكبين الحراسه في مصر دلوقتي هم، انت ما بتختلفيش غير اربع تجوان ما بتختلفيش عليهم، اذا كان ابو جبل في بعد الشناوي، بعد الشناوي طبعًا. ابو جبل عامر اللي مش عارف هو فين دلوقتي لانه راح الاسماعيلي ورجع البنك، يعني لف لفه كده مش عارف هو فين دلوقتي لسه راح فين، اللي كان في الانتاج. مهدي سليمان في بيراميدز، ومش عايزين نغفل حق الولد ده لانه حارس جيد جدا. محمد بسام في الجيش عامل موسم ولا اروع، او موسمين عشان ما بقاش كداب. امبارح كان رائع. لا ما شاء الله هو ماشي كويس جدا، مع خلي بالك هم كسبوا بيراميدز، كسبوا بيراميدز 3-1 كان ليه نصيب الاسد، كسبوا الزمالك كسب سوري بيراميدز ضربات الجزاء، وبسام شال ضربتين جزاء في دور الثمانيه، دور قبل النهائي كسبوا الزمالك وكان ليه دور جامد جدا في المباراه. امبارح النادي الاهلي يعني شال اكتر من اربع كور، خاصة في اثنين من مرام محسن، واحدة في الشوط الأولاني واحدة في الشوط الثاني، كان ممكن يغيروا نتيجة المباراة والمباراة تخلص في وقتها الأصلي. فيعني أعتقد الأربع حراس دول هم أكثر أربع حراس متواجدين على الساحة بعد محمد الشناوي. بيخيل لي يعني برضه يعني ده مجرد انطباع كده أو فضول شخصي عندي خلينا نسميه، يعني في المباريات المهمة، مباريات النهائي ونهائي بطولة، ولما يعني خلاص بنعدي بقى مرحلة ان وقت المباراة انتهى والاوقات الاضافية انتهت وبندخل على مرحلة فكرات الترجيح، احنا كمجرد مشاهدين اكيد بنبقى يعني واقفين على ضوافرنا زي ما بيقولوا، امال واحد زي حضرتك بتتفرج ازاي؟ يعني مثلا امبارح انا بيخيل انت بترمي نفسك بتهني مع كل الكورة. لا بص اقول لحضرتك حاجة، يعني قبل ما احنا نلعب بقول اللي داخل يلعب مثلا حطها في الحتة الفلانية مع نفسي انا بتكلم كده. لا يعني مثلا بسام واقف مثلا قفشه دخل، والله انا بقول لقفشه قبل ما تحطها على اليمين جامد، بس ما تحطهاش بس ده كلامك امبارح. لا ما ده رزق في الاول وفي الاخر. الكوره بتاعت ايمن اشرف قبل ما يلعبها قلت له ايمن اجمد يا ايمن، راح ضعيف قوي. العكس بقى الشناوي، يمكن انا كنت قاعد مع مجموعه من صحابي امبارح، يعني لو في فرصه كنت والله اكدت لكم الكلام. الصده اول صده للشناوي الكوره الثالثه كنت عارف انه هيصدها، وكنت عارف انها هتتلعب على اليمين، وكنت عارف انه هيصدها من وقفه
الشناوي ومن وقفه اللعيب اللي داخل يشوط، كنت متاكد انها هتتصدى. طب وقفه الشناوي مفهومه في وسط يعني المرمى، لكن اللعيب ده ممكن قبل ما يوصل لمرحله انه بيشوط الكوره يعمل تمويه ما يغير لك اللي انت قاعد متوقعه ومترقبه. هقول لحضرتك حاجه، 80% من اللعيبه اللي بتلعب برجلها اليمين وبتخش مايله على الكوره اسهل لها بدل ما تعمل رجلها كده وتعوج رجلها، لا في سكتها تحط رجلها على شمال على شماله هو اللي هي بتبقى يمين الجول. اوكي تمام بالوضع التشريحي. انما لو دخل مواجه للكوره اسهل له انه بدل ما يعمل كده والكوره تطلع بره العارضه دي اسهل له انه يعمل كده ويحط في الشمال. فالوقفه والجسم التشريحي للاعب على الكوره والرجل اللي بيستخدمها بتبقى من الحاجات اللي المدرب المفروض بيقول للحارس بتاعه الجول اللعيب ده داخل واقف على الكوره مواجه للكوره يبقى 90 وهو بيلعب برجله اليمين كده، انما لو مواجه للكوره برجله الشمال اسهل له يحطها في سكته. كل حاجه ليها وضع تشريحي معين، فلازم برضو المدرب بيبقى موصل للحارس بتاعه واكيد الحارس بخبراته تبقى عنده فكره كل وقفه لعيب على الكوره بتعمل ايه. فدي حاجات بتبقى جزئيات صغيره بس في تجميعتها بتعمل حاجه كبيره. صحيح. عشان كده انا في حاجه عايز اقولها، بس انا عايز اشكر علي لطفي امبارح. علي لطفي قبل ضربات الجزاء دخل الاوضه اوضه اللبس، لما حس ان الموضوع دخل على ضربات الجزاء دخل اوضه اللبس وجاب التليفون ونزل فيديوهات بتاعه طلاع الجيش اللي شاطها اللي شاطوها في ماتش بيراميدز وشاف كل واحد هيحط الكوره فين، وقبل ما كان يخش كان بيقول للشناوي يمين شمال بيشاورهم بعيد والشناوي كان عينه معاه. الاي كونتاكت بين الشناوي وبين علي لطفي عمل نتيجه ايجابيه في الاخر ان الاهلي خد بطوله. هي دي تفاصيل صغيره نشكر فيها علي لطفي ونشكر فيها الشناوي لانه مستمع لعلي لطفي، ودي الروح اللي انا قلت لك عليها. عايز اقول لحضرتك على حاجه يا كابتن، انا شفتها في حديث كابتن الشناوي تحديدا لما كان بيتكلم بس في الماتش ده اللي فات. كان بيقول ان علي لطفي كان عنده مشكله الشناوي في الجوانتيات، قال ان علي لطفي راح الاوضه وجاب له الجوانتي. يعني شوف فعلا حضرتك بتقوله دي يعني روح رائعه. روح التكامل دي وروح التالف ما بين اللعيبه. انا اول حاجه قلتها هنا ايه؟ قلت ان في روح غريبه في النادي الاهلي متواجده دلوقتي من الترابط. صح؟ صحيح. القصه بتاعت الجوانتي دي في ماتش يوم ماتش الزمالك تبين لك قد ايه مدى الحب ما بين الاثنين. لا ده القصه الاكبر امبارح، بيخش يدرس اللعيبه هتشوط فين. أيوة. عشان يطلع يقول له اثناء ضربات الجزاء كل واحد هيحط فين. دي حاجات تفاصيل صغيره. مدى الحب ده هو ده اللي كسبنا امبارح، وهو ده النيات بتاعتنا سليمه، عشان كده ربنا كرمنا ببطولتين في اقل من 8 ايام. جميل جدا. طب ناخد بقى التليفون، يعني مشجعه اهلاويه كبيره جدا وكانت معانا ضيفه وفنانه جميله، فنانه ندى بسيوني. يا صباح النصر عليكي. صباح الفل وصباح الفرحه للاهلي هلنا دايما. صباح الخير كريم صباح الفل وكابتن مصر احمد. صباح الفل يا مدام ندى. صباح الفل، اهلا بيك. احنا معانا صباح الاهلي. صباح الاهلي وانتصارات الاهلي. مشجع اهلاويه. صباح الاهلي حلو. صباح الاهلي دايما حلو. من اكبر مشجعي الاهلي بالذات على تويتر استاذه ندى بسيوني، ده انا متابعاها يعني. لا انا بشجعها في كل حته مش على تويتر. ايوه لا بس عامله اداء رائع على التويتر ويمكن برضو فولورز كتير، وانا متابعه على فكره التويتس وعايز اعرف بقى اخبار الماتش امبارح تابعتيه ازاي والاجواء كنت مع حد كان بتتفرجي ولا لا؟ طبعا بتفرج. يعني بصي الماتشات الجامده دي لازم الواحد ينزل في وسط الناس، يعني بالرغم ان كان في كافيهات كتير مقفوله بس نزلت اتفرجت كافيه وكان في ناس كتير واغلبهم الحقيقه كانوا اهلاويه وكانت الفرحه جامده جدا. وبصراحه برضو احنا يعني قلقنا كتير في الماتش عشان وصلنا للفينالتيات، بس الحمد لله التوفيق من عند ربنا دايما. صحيح. جميل. طيب وباذن الرحمن ان شاء الله رؤيتك ايه للي جاي؟ واحنا عارفين ان انت من اكثر الشخصيات تفاؤلا فيما يتعلق بالنادي الاهلي بغض النظر عن بقى المعطيات، يعني انت مالكيش علاقه، انت الاهلي هيفوز ان شاء الله في كل الاحوال. لا 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 ان شاء الله طبعا. احنا السنه دي بتاعتنا الحمد لله. يعني بص هي كده التوفيق من عند ربنا، والسنه دي بتاعت الاهلي خلاص، يعني الاهلي ابتدى المسيره ولن يتراجع باذن الرحمن. يبقى السنه دي والسنين اللي جايه كلها كمان ان شاء الله. ان شاء الله يا رب دايما. واللي سابقها برضه هو في ايه؟ احنا دايما كده يعني.
لا ده احنا السابقه دي ده هنتكلم عنها، ده احنا عاملين لها فقره لوحدها نوستالجيا نسترجع انا ونهاوند دايما امجاد اهلاويه سابقه في ازمنه يعني سابقه وكالعاده من قديم الازل الحقيقه النادي الاهلي بيفرح جماهيره عبر كل الازمنه. احنا بنشكرك على وجودك معانا نورتينا وبنجدد التهنئه. ربنا يخليكم والف مبروك وبالنجاح والتوفيق والنصر والبطولات يا رب ان شاء الله دائما وابدا ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا. باي باي. عوده الكابتن احمد. طبعا لا مدام ندى ليها فولورز جميله جدا يعني كل يومين بصوره بالتيشيرت النادي ايوه بتشوفها على تويتر على طول عشان كده بقولها على تويتر يعني على طول مكسره الدنيا بغض النظر عن اي مكان تاني بس هي منوره في تويتر بشكل كبير. على ذكر المشجعين والمشجعات زي ما اللعيب المتميز بيخطف عين وقلوب الجماهير والمشجعين دايما حراس المرمى بيبقى لهم سوكسيه كده معين عند كل اللي بيشجعوا النادي وليهم كده يعني هم اللي في الحته اللي في الشمال زي ما بيقولوا دايما. طبعا لما يكون حارس المرمى من دول يعني مالي مركزه ومفرحنا كما هو الحال مع النادي الاهلي. اكيد ان في اي حته في العالم ان الحارس 50% دي كلمه احنا سامعينها من قديم الازل الحارس 50% من الفريق. ما فيش بطوله بيجيبها اي نادي في العالم غير لما بيبقى الحارس دور كبير فيها. يعني الشناوي دلوقتي ما فيش بطوله النادي الاهلي خدها غير لما الشناوي كان ليه جزء كبير جدا. انا لو كلمتك عن الدوري الاهلي فارق عن الزمالك 20 بونت اللي هو ال 20 نقطه الزمالك الثاني. لو جيت استرجعت ال 20 نقطه دول هلاقي ان الشناوي دي فيهم على الاقل 13 نقطه. انا ممكن احسبها لك ورقه وقلم اذا كان ماتش اسماعيلي كنا كسبانين متعدين 0-0 شال واحده غير طبيعيه ردت ب 1-0 وكسبنا المباراه وعلى كده بقى كتير يعني هنقول حاجات كتير قوي. فالشناوي ليه دور كبير جدا امبارح في ضربات الجزاء ليه دور مهم جدا 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 طبعا. انت بتتكلم في بطولتين ماتش الزمالك ليه دور مهم جدا فانت اللي هو في نهائي افريقيا فلما الحارس بيبقى جيد وبيعمل اللي عليه وبيموت نفسه حتى وان اخطا امبارح في الهدف اللي دخل فينا الى حد ما في الجيش كان في خطا صغير للشناوي مش كل الناس هتدركه ولكن في العموم الولد طول السنه شايل الفرقه فربنا زي ما قلت في الاول ربنا اداله واحده كده ايه من عنده طبعا. فالشناوي دلوقتي زي ما تقول ايه متحكم على قلوب الاهلاويه ولو حضرتك تفتكر معايا قبل مباراه النهائي في 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 ماتش الزمالك في بطوله افريقيا كان كل مصر تتخوف من ان الشناوي لا قدر الله يجي له كورونا صحيح وفي اشاعات انتشرت يعني اشاعات مغرضه بقى مالناش دعوه عشان يعني المهم يعني فكل الاهلاويه كانوا حاطين ايديهم على قلبهم ان الشناوي يحصل له حاجه لا قدر الله ليه؟ من ثقتهم وحط تحت ثقتهم دي 100 خط من ثقتهم في وجود محمد الشناوي تحت ثلاث خشبات في النادي الاهلي انه ممكن يشيل اي حاجه خطره ويقدر يكسبنا في اي وقت وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديه للحارس اللي واقف على رجليه. فتره من الفترات كان عصام الحضري فتره من الفترات كان شريف اكرامي طبعا وقبلهم العمالقه كابتن شوبير كابتن اكرامي كابتن سابق الله يرحمه ويغفر له ويسامحه وقبلهم كابتن عبد الجليل حميده ناس كتير قوي تعاقبت على حراسه مرمى النادي الاهلي كابتن مروان كنفاني ناس انا مش هقدر اذكر مش هفتكرها يعني كلها ولكن كلهم ليهم المحبه والتقدير من جمهور النادي الاهلي خاصه لحراسه المرمى في النادي الاهلي. صحيح جدا ويمكن احنا دلوقتي شايفين اهو مشاهد بالاحتفال امس وكمان لو هنتكلم تحديدا عن الشناوي يمكن كمان الثقه طبعا اللي مديها له مستمعين بشكل كبير. الصوره دي الصوره دي فيها اجمل حاجه موجوده في النادي الاهلي. الصوره دي عيله النادي الاهلي كامله. انت متفرجي من كابتن محمود تحت بيسلم الجوائز سياده النائب العامري مجلس الاداره مجلس الاداره استاذ طارق خالد بيبو مرجاه بحفظ طبعا استاذ عصام كل الناس اللي موجوده دي ايديها على قلبها على قلب بعض وفرحانين. بص ازاي زيهم زي الجماهير واقفين على رجل واحده زي وفرحانين 80 مليون. زيهم زي صحيح. اي حد مواطن عادي غلبان ده في حد ذاته يبين لك قد ايه مجلس الاداره عيله واحده بلعبته بجماهيره. كابتن زكريا ناصف كمان اهو على الشمال حبيبنا زيكو عم زيكو عم الناس كلها يعني اللي بقول لحضرتك عليه نرجع للنقطه تاني فكره هنا برضو الثقه اللي موسيماني مديها ليه او اللي عنده من ناحيه الشناوي وحضرتك برضو احنا رجعنا قبل كده وسمعنا ان موسيماني نفسه كان تارك الكلمه للفريق للشناوي فدي اندلت على شيء ثقه كبيره جدا دي ثقه ويستحقها دي ثقه سيبك من ثقه لعيب لا دي ثقه شخصيه
شخصيه في امكانيات وقوه شخصيه محمد الشناوي انه يوصل الكلام ده للاعيبته ككابتن فرقه، لان برضو هو لعب على حته نفسيه كده ان انا كابتن الفرقه، هو يعرف فرقته اكتر مني، معاشرهم بقاله 3 سنين. حصل معاه موقف مثلا بعد ماتش صن داونز اللي هنا الاهلي خسر 1-0 السنه اللي فاتت، الاهلي كسب 1-0 السنه اللي فاتت، كان الشناوي الفرقه كلها اتجمعت وراحت للجمهور وايه، وفي الاخر قالوا لهم وعدوهم ببطوله افريقيا، وعشان كده كان لازم الكلمه يسيبها للشناوي عشان يفكر اللعيبه بالنهائي. طب احنا لسه كنا بنتكلم عن كابتن خالد بيب، وهو معانا دلوقتي على التليفون طبعا مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. يا كابتن خالد صباح الخير على حضرتك والف مبروك. صباح النور والف مبروك ليكم ولجميع النادي الاهلي ومجلس اداره النادي واللعيبه وجهاز كله يعني كله طبعا كل اللي بينتمي للنادي الاهلي ببارك له. طبعا معاكم كابتن احمد فوزي وكريم. حبيبي يا كابتن خالد، منور الدنيا بحالها ومبروك علينا كلنا يا كابتن خالد. الله يبارك فيك ويا رب دايما كل قناه الاهلي كده بتبث افراح ان شاء الله لجماهير النادي الاهلي. انا بقول يا كابتن خالد ان احنا وشنا حلو والله، يعني الحمد لله على النادي من ساعه التجديد. من ساعه لما جيتوا الدنيا نورت. الحمد لله الحمد لله. موسم موسم زي الفل والله بصراحه، يعني صراحه بمنتهى الامانه الموسم ده موسم جيد جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وحتى كمان قناه النادي الاهلي يعني بصراحه اطلاله جديده بقى لها فتره، حاجه مختلفه شكل مختلف، واتمنى لكم التوفيق. وطبعا تنورتوا النادي الاهلي يعني بمس على كريم لسه ما سمعتش صوته خالص. صباح الفل على حضرتك، انا بس سايبكم تتجاذبوا اطراف الحديث وقلت اجل التهنئه بس جه وقتها. مليون مبروك لحضرتك وان شاء الله المزيد من النجاحات الفتره الجايه. مباراه امبارح اتفرجت عليها يعني كامله وانت واقف على رجليك ولا ايه اللي حصل معاك؟ والله انت عارف يعني هو موسم صعب جدا، واحنا بالنسبه لنا كنا محتاجين ان احنا يعني كل البطولات اللي احنا بنشارك فيها السنه دي ان احنا يعني نقدر ناخدها، يعني هو ده طمع جمهور النادي الاهلي في لعيبه النادي الاهلي، ولازم لعيبه تبقى عارفه كده. امبارح كانت الاعصاب مشدوده بشكل كبير الحقيقه. المباراه كانت جت وخلاص، انت حسيت ان البطوله جت قربت، وبعدين ابتدت تروح في الدقائق الاخيره، فطبيعي جدا ان انت بيحصل قلق. ضربات الجزاء دي تبقى يعني طبعا فيها مهاره كبيره الاول، عشان بس يعني لازم نتفق على الكلام ده، انما في الاخر ممكن في اي لحظه احسن لعيب في العالم يضيع ضربه جزاء يعني ويخسرك بطوله يعني. واحنا بنكلم حضرتك من شويه شفنا مجموعه لقطات، كابتن احمد وقف عند لقطه منهم اللي كنتوا كلكم واقفين فيها يعني وبتتكلموا مع بعض، بيقول لك اللقطه دي بتعبر عن فكرة ان النادي الاهلي اسرة واحدة وعيلة واحدة وحتى قائمين عليه سواء من خلال عضوية مجلس ادارة او من خلال ايا كان شكل يعني التواجد في النادي الاهلي، زيكم زينا زيكم زي المشاهدين العاديين واقفين متحفزين مترقبين. فاللقطة دي كابتن احمد وقف عندها كتير اللي احنا دلوقتي شايفينها حالا على الشاشة. قبل ما تبقى لاعب او مسؤول في النادي الاهلي فانت واحد من جمهور النادي الاهلي. دي حقيقة. فطبعا الصفة دي بتطغى عليك في اي وقت بتنسى انت مين او طبعا. انت مسؤول ازاي، بس في الاخر ان انت بتبقى واحد من جمهور النادي الاهلي اللي بتعشقه وبتحبه وبتحب ان هو دايما يبقى منتصر. ففي وقت انت ما يعني لازم تبقى جمهور، واحنا كلنا في الفتره اللي فاتت دي محتاجين ان احنا نبقى جمهور النادي الاهلي، وجمهور الاهلي دايما احنا بنقول الاهلي فوق جميع الاهلاويه. صحيح. فلازم انت في وقت من الاوقات تبقى حاسس ان لازم تاخد البطوله دي. وبعدين احنا بنتكلم في موسم كان صعب جدا، والموسم كله هتلغي، وبعد ما الدوري وافريقيا وكاس، فطبعا الكلام ده بالنسبه لنا حاجه كويسه جدا، متعودين عليه في النادي الاهلي وحابينه دايما طول الوقت. ولازم اللعيبه تبقى عارفه، بقولها مره ثانيه، ان جمهور الاهلي طماع، وده حقه على فكره. اللي احنا بناخده من جمهور الاهلي ما واحد على مليون من اللي احنا بندوه. ده احنا فزنا بالتاسعه يا كابتن خالد، بعد كده ليلتها قال لك العشره يا اهلي العشره يا موسيماني، يعني عملنا الثلاثيه قال لك عايزين بقى الخماسيه. يعني فعلا زي ما حضرتك بتقول انا باكد كلامك، وبرده هرجع لنقطه حضرتك بتقول يعني بتتكلم كانك واحد من جمهور الاهلي، بس حضرتك كمان واحد من اللعيبه الكبار قوي. يعني انا شخصيا من الناس اللي بحبك جدا بجد، من اللعيبه اللي انا بحبهم جدا، و
ويمكن احنا اتقابلنا في يوم الافتتاح في القناه وانا كنت حريصه اتصور مع حضرتك. فيعني لا بجد في ناس يعني اسمها كبير قوي وما تتنسيش، وحضرتك كمان دلوقتي في قطاع الناشئين فمدير قطاع الناشئين، فهروح بقى معاك لهذا القطاع ونطمن. وبصراحه احنا شايفين برضو يعني في اداء مميز جدا او متميز لهذا القطاع في الاهلي. الحمد لله رب العالمين. طبعا اشكرك على الـ على الـ على الدقيقتين دول اللي خصصتيهم ليا، ودي حاجه يعني حاجه كويسه جدا اشكرك عليها طبعا. وانا بتمنى لك التوفيق. انت يعني ماشيين عاملين دويتو جامد انت وكريم بصراحه، واخدتونا في منطقه ثانيه في الصبح كده، الناس كلها بتبقى بتتفرج، بس انتوا عملتوا جو حلو قوي وبشكركم عليه طبعا، لان انتوا يعني حاجه من النادي الاهلي، يعني حاجه طبعًا كويسه ان احنا نبقى متابعكم. طبعا قطاع الناشئين يعني الحمد لله احنا كلنا بنكمل بعض، وكان في مجهود كبير اتعمل من خلال الكابتن فتحي والكل اللي كان بيدير قطاع الناشئين على مدار المواسم الاخيره. واحنا وانا كنت جايب فكر بنخطط له بقالنا فتره من لجنه التخطيط مع الكابتن فتحي مبروك، وانا الحمد لله قدرت ان انا انفذ جزء منه. عندنا احلام كثيره قوي بالنسبه لقطاع الناشئين. الحمد لله السنه دي قدرنا في لعيبه كتير من قطاع الناشئين ابتدت تشارك في الفتره الاخيره مع الفريق الاول. عمرو بدر، احمد، ومصطفى شوبير، يعني في عندنا كذا لعيب ابتدى يشاركوا، عندنا كذا لعيب من قطاع الناشئين. لا وفخري وشادي رضوان وناس كتير قوي يا خالد. يعني طبعا انا مش عايز انسى حد، يعني ففي لعيبه كتير قوي شاركوا، والحمد لله السنه دي كمان قدرنا في مجموعه لعيبه من قطاع الناشئين كتير ابتدوا يخرجوا للاعاره، وده كمان فكره بنفكر فيها في الفتره الاخيره، ان احنا الاولاد من فتره صغيره السن الصغير ابتدى يبدا يخرج يلعب دوري ممتاز. عندنا لعيبه راحت البنك الاهلي، عندنا لعيبه راحت سموحه، والحمد لله على قد كده احنا لعبنا ثلاث مباريات لغايه دلوقتي في الدوري. 99 كسبنا، 2001 كسبنا امبارح، و2006 كسبنا اول امبارح، فالحمد لله الخطوات ماشيه يعني ماشي بشكل ربنا كويس. يوفقنا جميعا كده ان شاء الله ويوفق هذا القطاع اللي هو ده المستقبل باذن الله في النادي. شكرا ليك جدا يعني كابتن خالد بيبو، شكرا لحضرتك. هو الحقيقه الشكر موصول لكل حضراتكم، كل الناس الجميله اللي تابعت حلقتنا النهارده، واكيد الشكر لحضرتك كابتن احمد فوزي، نورت الدنيا كلها ومليون مبروك. الدنيا كلها ويا رب دايما صباحكم صباح الانتصارات والفوز. ان شاء الله ان شاء الله طول ما انتم موجودين البطولات هتزيد. يا رب ان شاء الله.